إشي إحنا كممثلين وفنانين في قطاع غزة ضمن تجربتنا الفنية بنحاول إنه إحنا نعمل شيء وإنه نوصل رسالتنا للعالم ولجميع الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة أو خارج الضفة في جميع المناطق، يعني إنه هون في قطاع غزة إنه لسه إحنا صامدين ولسه في نفس الوقت عم نحاول إنه طاقة كبيرة من الشباب إنهم يظهروا من ناحية التمثيل ويناقشوا قضايا كتيرة وقضايا حساسة وقضايا بتهمهم هم كمجتمع وبتمسهم هم كشباب. في رواية الكاتبة سماح السبعاوي أنا اللي عجبني كتير في المسرحية هاي الروح اللي معطيها للنص وللشخصيات، أنا فعلا قصة واقعية والشباب هدول عبارة عن طاقة إنسانية وطاقة كاملة من المشاعر والحياة اللي بتهم يعيشوها، إنه غزة مش فيها بس الحرب والدمار والصراعات، لا غزة ناس حابة كمان إنها تعيش ويكون إلها حياة كاملة.